نقول لهم لا تتدخلوا بشؤوننا، نرجوكم انشغلوا بقضاياكم، لأننا لا نريد أن نتدخل بقضاياكم أيضا، فلا نريد تدخلا ولا نسمح بتدخل في شؤوننا. هذه هي السياسة التي انتهجناها رغم وجود مواقف صعبة أحيانا نتخذها في العراق، ربما تنزعج منها هذه الدولة أو تنزعج منها تلك الدولة، ولكن مع الاستمرار على نهج اعتماد السياسة الوطنية أصبح الجميع يعذرنا فيما نتخذ من موقف، وحينما يسألون يقولون نعم العراق يتخذ مواقفه على أساس مصالحه الوطنية. هذا هو الخط الذي نعمل، مصلحتنا أن تكون لنا علاقة مع هذه الدولة، تكون حجم العلاقة تحددها حجم المصلحة والتبادل في المصالح بيننا، القرب والبعد يتحدد على أساس الالتقاء على المشتركات، لا قطيعة لأحد ولا ولاية لأحد ولا شأن لأحد فيما نتخذ من قرار.